طب خلي حضرتك معايا لانه المستشار مرتضى منصور عايز يتكلم كمان له تعليق. استاذ المستشار اتفضل يا فندم. استاذ احمد مساء الخير. اتفضل يا فندم. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور، اتفضل. الاخ اشرف بيتكلم عن اول حاجه ان ما حدش اشتكى. نعم. هو نسي ان الماده 25 من قانون الاجراءات الجنائيه اذا كان نتعلم قانون في كليه الحقوق بتقول كل من علم هو محامي قدير ونحترمه. هو كل من علم بجريمه عليه. انا رديته يا ابني. اسمع يا ابني لغايه ما خلص. لا 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 يا سياده المستشار، سياده المستشار، سياده المستشار، مش داخلين خناقه، هنحترم بعض. اشرب بيه، اشرب بيه ضيف يا سياده المستشار، اشرب بيه ضيفي وحضرتك ضيفي. يا مرتضى، يا مرتضى بالراحه، يا مرتضى بيه، يا اشرب بيه. انا بره الحوار يا فندم. شكرا. اسمع لغايه ما اخلص كلامي يا استاذ اشرف. اسمع لغايه ما اخلص. طيب استاذ اشرف، لانه عيل صغير، لانه عيل صغير. يا استاذ اشرف، لا هنحترمه. يا مرتضى بيه، هندخل في الموضوع من غير ما نشخصن الحكايه. ما هو ما ايه الادب برضه انه بيقفل ويمشي. معلش، هو خلاص. مين العيل اسمه اشرف؟ خلاص 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 يا مرتضى بيه، لو سمحت هندخل. لكن لازم يسمع اللي انا هقوله له وعلمه القانون. هيسمع، هيسمع بالراحه، الموضوع مش شخصي. مين اشرف ده اللي قفل السكه في وشك ده؟ ايه الادب؟ لا لا لا، هو استاذن وقفل السكه. طيب خلاص، هو استاذن، استاذن خلاص وسمحت له يخرج. خلاص، كان عندك دم كنت كملت، كنت سمعت لغايه ما خلصت. خلاص، قول الرساله اللي عند حضرتك يا فندم. استاذ احمد، الماده 25 من قانون الاجراءات الجنائيه واضحه بتقول كل من علم بجريمه فعليه ان يبلغ السلطات المختصه. نعم. اللي بنشوفه في التلفزيون دون في البرنامج جريمه من حقق اي مواطن. نعم. اي مواطن يتقدم بالبلاغ لان ده اللي احنا بنشوفه جريمه. جريمه ايه بقى؟ نعم. نمرة واحد، جريمة احتجاز. نعم. هو انا لما بتفرج على التلفزيون ولاقي انت عارف اللي بيحصل، هو بيعمل عقد، هو خلاص عمل عقد على فكرة. البرنامج مالوش، مفيش اسم رامز خالص فيه. لما بيجي الضيف يعمل عقد، مفيش رامز. نعم. مش عارف صراحة حرة اي اسم. نعم. عشان يخبوا رامز. لانهم لو عارفين ان هو رامز خلاص، يا محامي رامز، محدش فيهم هيعمل برنامج. تمام. وهات كل العقود، اتحدى لو عقد فيه مع كل اللي تعاقده كلمه رامز. نعم. تمام. فنمره الواحد في الخديعه والنصب انك انت بتقول اسم برنامج تاني، نمره اتنين باسم مذيع تاني اللي هي اروى اللي بتيجي ديا، واخد بالك؟ فكون يقول لك اصل هم موافقين، لا هم ما يعرفوش ان هو كونه بقى انه دخل الاستديو خلاص. ايوه. وقعد على الكرسي وكتفه وحاول يخرج ورفض، دي جريمه يا اخ اشرف، اسمها جريمة احتجاز. اسمها جريمة احتجاز بالقوة. بس هو بيقول ما حدش اشتكى.